كي نقوم بالاشتراك والاشتراك مع الآخرين والاشتراك الآخرين أيضا. وبالتالي هناك الحاضنات من خلال يمكن ذلك على المستوى الحكومي أو من خلال الغرف التجارية، يمكن أن يكون هناك ارتباط عضوي حيث أن تلك الغرف التجارية تقوم بدور صانع القرار، وبالتالي حيث هناك سيكون هناك الجانب الآخر الثالث يمكن أن يقدم الزخم من خلال تمويل. يجب أن يكون ذلك من خلال الأدوار متكاملة، لا يجب عليك التستثني أحد، ولكن يجب أن تشمل الجميع لكي يكون له دورا. هل هناك أي سؤال آخر؟ هل هناك أي إجابة يمكن؟ آسف نعم. Peace be upon all of you. Of course, now, أنت الآن تعرف اسمي، أنا حنان من مجلس اتحاد مجلس الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي. لا أصبح الآن الأمر ممل، موضوع ممل جدا، مثل حقوق الإنسان ومثل تلك الأمور. وبالتالي سوف أريد أن أشرح وجهة نظري بنفسي. سوف أقول أن إنها إلى حد كبير، بمعنى أنها تؤذي وتسيء إلى رواد أعمال كفكرة، رواد أعمال كفكرة التي نريد أن نطورها. عليك أن يكون لن يجب أن تكون أن يكون هناك انهماك كبير جدا في المشروع التي بصدد، وبالتالي أن يكون هناك طلب للمساعدة، وبالتالي فإن في نهاية المطاف أن رواد الأعمال متى كان هناك تسهيل